أما سؤالك من يستدل بحديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا، قال فلا يجب الحضور للمساجد إلا عند الإقامة بناء على هذا الحديث قال فامشوا، فالجواب أن هذا الاستدلال غير صحيح. مثل هذا لم ينظر إلى الرواية الأخرى، ولذلك في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة، وإنما قيد في الحديث الثاني بالإقامة إذا سمعتم الإقامة فامشوا، لأن ذكر الإقامة هو الحامل في الغالب على الإسراع، ولذلك قال بعده عليكم بالسكينة. فالحديث يتعلق بحكم الإسراع عند سماع الإقامة ولا يتعلق بوجوب الحضور لصلاة الجماعة. وإن نحن من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، لأنه إن تأخر إلى الإقامة تأخر عن الصف الأول. ولا يستدل بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون عن صلاة العشاء بعد الأذان، لما؟ لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب تأخيرها. ولا يستدل بقصة الإبراد بصلاة الظهر في حديث أبي ذر في السفر، لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. وأما تأخر بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر ليس على وجه الدوام، وإنما أحيانا لعذر، ولا يظن به ولا بغيره تعمد التأخر، فهم أسبق الناس إلى الخير. على كل حال سواء قيل بالوجوب أو بعدمه فلا يفتح للناس باب التهاون بالتبكير والصلاة مع علمنا بضعفهم في هذا الزمن، وإنما علينا أن نذكر الناس بأحاديث فضل التبكير والتهجير إليها، فلا يلتفت لمثل هذا، وليحرص المسلم على الإتيان مباشرة من حين ما يسمع النداء.